توفيق الهيش، يرجع الكرة للهيش. الهيش اللي تبع فيه العقب، حط كرة ثقيلة العقب. مراد العقب. وهجمات منسقة. وتوزيعة باهي خطيرة، باهي ياسر. باهي والهدف الأول. الهدف الأول باهي ياسر يهز به الكرة من طبعا ليمان، جمال الدين ليمان. ستة وعشرين دقيقة لعب في الشوط الأول، وكأن ما نعرفش أنا الجماهير ماهيش راضية، لا أعلم هل ماهيش راضية على مستوى المقابلة أم على التغيير. على كل ماذا بينا ما نصعبوش مهمة الممرن الوطني، وماذا بينا نوقفوا مع الفريق التونسي في هذه الفترة الحرجة. بس الثاني، الثاني، وفتحت أبواب النصر على مصراعيها والحمد لله. ركنية. ركنية، ننتظر تنفيذ الركنية. ثم فوزي الرويسي في وسط عدد من اللاعبين، نفذ الركنية سمير السلامي. والهدف الثالث، والهدف الثالث. وين الجمهور يعمل